البطاية تتسلق ازاي؟ انت جبت البطاية جاتلك هدية زي حالاتي كده، ما عنديش مشكلة. البطاية اول حاجة بتجيبي فصين مستكة بتسيحيهم في معلية زيت صغيرة، بتمسك البطاية تشوحيها من كل الجوانب بالشكل ده كده، طبعا لو في ريش صغير ده بنخلص منه. وبعد كده بنحط لها الخضار اللي هو البوكي جارنيه من الجزر والكرفس والطماطم والبصل بالشكل ده كده، مع طعم المستكة بيدينا شوية شوربة حلوين جدا، ريحة الشوربة خطيرة جدا. قدام حضراتكم البطاية جاهزة زي الفل. نقدر نعمل بالخضار الحلو ده، نقدر نعمل دلوقتي البط مع الخضار، وممكن ناخد الشوربة دي نعملها مع الشعرية، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طبعا البطاية عجبك قوي على الشاشة يا مخرجنا الجميل، حلوة قوي. هسيبها كده بتستوي جنبي، انا اهم حاجة امنت على الشوربة. اول حاجة هجهز الخضار. الخضار عندنا كوسة، عندنا جزر، والمقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. أهم حاجة تأميني على البطاية. جبناها سلقناها، بعد السلقة الحلوة دي يا عم الشيف نقدر نعملها بالبرتقال، نعملها بالخضار زي ما هعملها دلوقتي. المقادير بسيطة وسهلة، ناخد البطاطس الحلوة دي نقطعها بالشكل ده كده حلو، الخضار اللي انت حباه، في طبعا البط بالبرتقال، البط بالمرتة، احنا كلنا عارفين الحاجات دي، الناس اهالي دمياط الناس الطيبة مشهورين بعمايل البط احسن مني. حلو، انا دلوقتي هعمل البط ده مشوي بالخضار. اهم حاجة الخضار بتاعنا الحلو ده يتسلق، بعد ما بيتسلق بنشربه شوية شوربة من شوربة البط. الكوسة جاهزة والجزر بتاعنا الحلو ده جاهز بالشكل ده كده، حلو قوي. طيب انا مش عايز اشوف مغازي، اعمله مشوي بالخضار زي ما انت عملت النهارده. انا بحب البط ده رسته يتعمل ازاي، حلو قوي. باخد البطايه بشوحها في معلتين زيت على النار مع شويه اعشاب مع فص مستكه برضو عشان الزفاره، كل ده. وبعدين بحطها في صينيه مع بوكيه جرنيه او الخضار اللي انا حاطه ده معايا، مفيش اي مشكله. وبعد كده يا عم الشيف بقفل الصينيه وادخلها الفرن. البطايه هنا بتتشوي وبتبقى رست لطيفه وجميله. بعد ما بتتشوي بشيل الكفر من عليها واسيبها تاخد وش في الفرن، وارفعها من قلب الصينيه واخليها على جنب لغايه لما تبرد، وبعدين اقطعها رست. دي طريقه عمل البط رست. عايزه بقى تقدميها مع البرتقال، تقدميها مع الديميجلاس صوص. وما هو الديميجلاس صوص يا عم الشيف؟ الديميجلاس صوص هو عباره عن البهريز اللي نزل من تسويه البطايه، بياخد معلقتين دي، بياخد خل بلسمك، بياخد زبده، بياخد معلقه مستردة، في الاخر بيبقى ده الديميجلاس بتاع البط او البيون يعني. حلو الكلام، واحنا واقفين كده بنشرح يعني طرق كذا طريقه لايه عمل البط. الخضار عندنا جاهز اهوت، التشويحه دي كده بتديله طعم مع رشه فلفل، رشه ملح، بنحط عليه شويه شوربه من شوربه البط. حلو الكلام، اهم حاجه ان البطايه تتسلي وتديني الشوربه بتاعتها. ابدا استخدمها في حاجات كتيره قوي. دي شوربة البط هنا، الله على الريحة الحلوة. تمام، الخضار هنا جاهز، ناخده نخليه على النار دي عشان احنا عايزين ايه نشتغل. حلو قوي، تعالوا نعمل الصوص بتاع البطاية دي اللي هو بالبرتقال والليمون. عايزين نعمل شوية بهريس كده حلوين. ده الخضار جاهز كده على النار. نعمله ازاي يا عم الشيف؟ طاسة زي دي كده حلوة، اللهم صل على النبي، اهي. بنحط في الطاسة دي مكعبين من الزبدة معاهم معلقة، نخليهم بنستخدم معلقة سمنة حلوة كده بالشكل ده كده. عايز اعمل شويه صوص البرتقال او صلصه البرتقال للبط، اعمله ازاي طالما البطايه عندي جاهزه مسلوقه؟ الكلام ده مهم جدا. نحط هنا
معلقتين دي، حط في الاعتبار انك تعمل البط بالطرق اللي يحبوها الولاد. حلو، ادي معلقه الدقيق مع معلقه السمنه، سيحها كده بالشكل ده كده. يعني هعمل الاول حاجه كده زي الوايت صوص، ادي السمنه مع الدقيق بالشكل ده كده. ناخد النار الشديده دي، معلش كده الدنيا حلوه مخرجنا الجميل. حلو بالشكل ده كده، معانا عصير ليمون، معانا عصير برتقال، معانا الفليفر والبهجيز الحلو ده بالصوص اللي هنعمله، سبايسي برضو بنسأل ضيوفنا وحبايبنا اللي هياكلوا معانا. باخد الفلفل ده كده بقطعه بالشكل ده كده، ده الصوص بتاع البطاية بالشكل ده كده اهوت، افرمه ناعم. اخدهم بالشكل ده كده احطهم في علب الايه الخلطه دي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب كده. نحط عصير البرتقال، ونحط عصير الليمون، بنحط شوية شوربة بط. أهم حاجة إن البطاية تكون عندك واخدة طعم وفليفر. هذا الصوص بتاعنا اللطيف الحلو، حاجة سهلة خالص يعني. ثلاث حاجات مع بعض، برتقال، ليمون، معلقتين دقيق، ومعلقة سمنة، ونقلب كده الصوص الحلو ده كده. البطاية بتطلع من النار، بنقطعها أربع أرباع، بندخلها الفرن، الجلدة بتاعتها تتحمر وتاخد لون، ونشربها بعد كده بالصوص اللي احنا عملناه ده من البرتقال والليمون بالشكل ده كده، ونقدمها مع الخضار اللي احنا جهزناه وحضرناه. شفتوا التفاصيل الصغيرة دي؟ طبعا انت لو شفت البطاية في البداية الشيف عملها ازاي بكل طريقة بسيطة وسهلة هشرح تاني. معلش، البطاية جبناها اشتريناها، جات لي هدية زي حالاتي، خدتها فصين مستكة، حمرتها، شوحتها، حطيت عليها شوية خضار من الجزر والكرفس والبصل بيسموه البوكي جارني، نزلناهم ونزلنا كل ده مع مية، وسبنا البطاية تستوي. بعد البطاية ما بتغلى على النار وافتراها للسوى بنستفيد بالشوربة. أول حاجة بدأت بيها إن أنا خدت الخضار بتاعنا اللي هي الكوسة مع الجزر مع الخضرة الموجودة وشوحتها، وحطيت شوربة من شوربة البط على الخضار تستوي. أصبح عند الخضار جاهز. عايز اعمل الصوص بتاع البطايه اللي هو البرتقال او صلصه البرتقال او ديميجلاس البرتقال. خدنا معلقتين دقيق مع معلقتين سمنه، نزلت بعصير البرتقال وعصير الليمون بالشكل ده كده، ونزلت بشوربه البطايه عليهم الاثنين، بقى عندي قوام لطيف وجميل زي ما حضراتكم شايفينه كده. اهو ده العصير، ده الصوص بتاعنا. اهو الله، شفت القوام الذهبي ده؟ اهو واخد من طعم البطايه. انا بقى هستنى على البطايه دي تكمل سواها، باخدها بعد كده اقطعها وادخلها الفرن. هي دي خطوات عمل البطايه. تعالوا نكمل حكايتنا مع البطايه الحلوه. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، تعالي يا حبيبي، متربيه على الغالي زي ما هي كده. الله، والله شكلك حلو. واخد الخضار بتاعنا الحلو ده كده وادخلها الفرن، تاخد لون بقى مع الخضار الحلو ده كده. الله، شفت البطايه دي؟ حط الجزر هنا، ندعمها كده بالخضار. معانا جزريه حلوه زي دي كده، حلو قوي. اصبح ان الخضار هو سيد الموقف. معانا من البرتقال
دخلها الفرن بقى تاخد لون بالشكل ده كده اهو. الله، وعملت البطايه في وقت قليل جدا. معانا كريمه لباني، دخلها الفرن. اللهم صل على النبي. يلا بينا مخرجنا الجميل، يلا عشان معايا شعريه. ايه الحلاوه دي؟ الو، ناخد البطايه الحلوه دي. يلا بينا. ايه، اللهم صل على النبي. في الفرن. بالله عليك تدلع لي البطايه دي قبل ما ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ في عجاله البطايه اتنقلت للفرن مع تشكيله من الخضار مع الصوص بتاعنا اللطيف اللي هي صلصه البرتقال بالليمون. النهارده انا شايف الطعم مختلف خالص، ريحه البط في الاستوديو حكايه، وخاصه لما تكون بطايه متربيه على الغالي. دايما البط احنا في الريف المصري والصعيد المصري بيشاركنا في الاكل بتاعنا. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني بناكل على طبليه، بناكل في كلنا على مكان واحد، بتلاقوا دايما يلقط الرز، يلقط بواقي الاكل، ودي حاجه يعني احنا شايفينها بعينينا والواحد ما يقدرش ينسى المشهد ده. فعشان كده بيبقى طعم البط طعمه حلو، والشوربه بتاعتها ريحتها حلوه، بيبان في اللحم بتاعه. البطايه بتاعتنا في سلام وامان في الفرن، بتتشوح بتتحمر معاها تشكيله من الخضار، معاها الديميجلاس، معاها الصوص، ضفناه له برتقان وليمون، بتاخد شكل رسته في قلب الفرن. يعني ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الجميله دي؟ تستاهل، هي دي الحلقه. حلو الكلام، نخليها زي ما هي. محتاجين ان احنا نطلعها من الفرن. مهم جدا وانت بتشتغلي في المطبخ تشاركي ولادك على السفره وتقعدي معاهم عشان تسمعي الكلام الحلو. تسلم ايدك يا ماما، يا ماما تعملي لنا كل يوم بط على طريقه الشيف المغازي. يا ماما انا مش بحب الصدر بتاع البطايه، بحب الدبوس زي الشيف كده. اخبار البطايه ايه؟ اللهم صل على، تستاهل والله يا شفيق. انا صدعت النهارده على البطايه دي بجد، انا مش هطلعها من الفرن غير لما تدلعها. ايه الجمال والحلاوه دي؟ البرتقال مع الليمون، اللون البرونزي مع البطايه، هياكل الدنيا. هطلعها من النار، يلا بينا. تشكيله من الخضار، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بص على البطايه بالله عليك ودلعني. حلقتنا النهارده تفاصيلها كتير وفيها شغل كتير، ولكن كنت حريص في ان انا اعمل البطايه ترضي كل افراد الاسره. يعني انا لو قاعد على السفره هاكل حاجتين للامانه، هاكل السلطه الخضراء والخضار اللي جنب البطايه. انا مش بحب البط، بس احب الخضار اللي واخد طعم البط، احب الشعريه اللي واخده طعم البط، بس كل بط لا مش بحبه. ده مهم جدا، ولكن انت عايزه تعمليه بكذا طريقه نعمله مع بعض. بس خلونا كده نكتشف حاجه واحنا مع بعض. المخرج بيقول لي البط ده ما استواش، فاحنا هنشوف مع بعض استوى ولا ما استواش، يمكن هو معاه حق. نعمل حاجه هنا كده، الله، طلعت الجلده بتاعت البطايه مقرمشه ازاي. بص بالله عليك يا راجل يا طيب، بص 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 بص، شوف الحلاوه دي كده. بص اهوت ده استوى، شفت الجمال ده كده؟ الف هنا وشف. بطايه على فكره صغيره، شامورت صغيره، فبتاخدش وقت سوى كتير. ألف هنا وشفا اللي ياكل منها. الشعرية عملناها بشوربة البط، سلطة خضراء، السفرة بتاعت النهاردة متنوعة. يعني أنا حبيت أرض الأطفال، لأن الأطفال مش هياكلوا بط، ولكن ممكن ياكلوا الشعرية بالمكسرات وياكلوا الخضار الجميل الحلو، والسلطة الخضراء دي كمان لطيفة وجميلة. ولكن الهدف من برنامجنا أكلة أمي، جات لك بطاية، جات لك وزة. أنتوا عارفين الريف المصري والصعيد المصري الخير كله والهدايا فيه، يا إما نجيب عيش معانا وإحنا جايين، سمنة بلدي، بط، الحاجات الحلوة دي كلها. فأنا حبيت النهاردة أشرح طريقة عمل البط بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين في المطبخ، ولكن الأمهات في الريف المصري والصعيد المصري انا واثق كل الثقه تعمل البطايه دي وتخدم عليها احسن مني بكتير، لان انا مش بحبه. رؤيه وفن وابداع، بنشوفه كل مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.